مشاهدي بلقيس أينما كنتم داخل وخارج اليمن، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذا المساء من حيث الإنسان. سنواصل فيها الاقتراب من همومكم وكفاحكم اليومي في مواجهة ظروف الحياة الصعبة، ونحاول من خلاله المساهمة في وضع بصمة إنسانية تنموية تخفف عن المستهدفين شيئا من المعاناة. أهلا وسهلا بكم. في الحرب تنال المباني ما ينال البشر، وينجو بعضها ليحتضن ما تبعثر من أحلام الناس. كان هذا مدخلا لقصة المشروع الذي نفذه برنامج حيث الإنسان في مدينة التربة، مشروع تجسد في هيئة مركز للتأهيل والتدريب، وفيه وجدت كثير من النساء المكافحات فرص عمل وأمل. حيث الإنسان، وبعد أن وضع الخطوة الأولى في تمكين المرأة بتأثيث مشغل الخياطة في التربة، نجح أيضا في إضافة مشاريع أخرى لتحقيق أمل من ضاقت بهم سبل العيش وإعدادهم لسوق العمل. تعالوا معا لنشاهد كيف استيقظت مدينة التربة على مركز متكامل يستوعب من يرغبون في صناعة مستقبلهم بأيديهم. بين هذه الأحياء الواقعة جنوب تعز يطل وجه آخر لمدينة التربة. برد الصباح وواجبات المنزل والكثير من المسؤوليات لا تمنع الأمهات والفتيات من مزاولة أعمالهن. على مقربة يتابع الأربعيني جعفر علي سعيد بصمت سير العمل في هذا المبنى. لقد بات المعلم بائعاً بسيطاً لمن يفترض أن يعطيهم دروساً في فصول المدرسة. نحن نطلب الله بعد كنا معلمين، لكن تركنا القلم والطبشور، والآن بعد النزوح من محافظة صنعاء إلى هنا بدأنا نبحث عن سبل العيش وسبل المعيشة، فوجدنا أقرب الطرق. بدأنا كذا بأشياء أعمال بسيطة، والحمد لله، ونحن الآن نطلب الله في هذا المحل حتى يتم الوضع، صلاح الوضع في البلاد. لم تعد أمنية جعفر العودة إلى التدريس بعد هذا العمر، فهمه الآن أن يجد مصدر رزق آمن ليسد به رمق عائلته. العودة إلى المدرسة إذا تم تسوية أوضاعنا، إذا عادت رواتب المعلمين، إذا ممكن نعود إلى الميدان والعمل. أما التفكير بالعودة إلى الآن، لا نفكر بالعودة إلى العمل. كيف يستطيع الواحد يدرس
ويعطي ويزرع في قلوب الأطفال الخير والعلم، وهو وبيته خاوي يعني من غير أي حاجة. أمنية بسيطة، ربما يجد الوعد هذا فرصة للتحقق ليخفف عنه ثقل الظروف التي يعيشها. لدى جعفر ومثله الكثير ألم مشترك وربما حلم مشترك أيضاً، لكن السبيل إلى تحقيقه ليس بمستحيل. صارت الحاجة لبناء معمل موازن في هذا المكان ضرورة ملحة، يقول الفريق. يقتنون أدوات خاصة بمعمل الحلويات في المركز والقاعة أيضاً. معمل يقوم على فكرة بسيطة ومثمرة، حيث يتدرب المستفيدون على مهارات إنتاج الحلويات بوسائل حديثة. هكذا تشرق ابتسامة المتعبين في لحظة انكسارهم، وهنا يتحقق الوعد الذي منحناه. هذه الفرصة فرصة جيدة إن شاء الله، ونحن بعون الله ومشيئته نقول إننا نستطيع أن نحقق بعض المكاسب من ورائه بالجد والاجتهاد والعمل. ونحن منذ الصغر نعمل بجد ونصل للأشياء التي نريد أن نصل إليها بذات أنفسنا بعون الله سبحانه وتعالى. بهذه الطريقة يصنع جعفر الحلويات، وعلى هذا النحو يمارس طريقته في التعليم كما كان في فصول المدرسة. في الجوار يتنقل الفريق لإنشاء قاعة خاصة بتنظيم البرامج التثقيفية والتطويرية للمستفيدين. Yeah.
الهدف العام هو إيجاد فرص عمل للشباب والشابات، لأن هناك من يوجد لديه مثلا حماسة للشغل، عنده استعداد للعمل، لا يجد ما يعول أهله في البيت ولا يجد ما يؤهله في سوق العمل. هنا المركز جاء ليوجد فرص عمل جديدة، مثلا في جانب الخياطة للنساء، هنا تؤهل نفسها تخرج بجانب عملي، ليس تأهيل فقط بل تأهيل وإنتاج وتسويق، وهذا يعود بالنفع عليها وإدرار مصادر الرزق. نقول اكتملت المرحلة الأولى وهي مرحلة التأسيس والانطلاق، وهي التي قامت بهذه الثلاثة الأقسام التي هي قسم التأهيل والتدريب وقسم الخياطة وقسم الحلواء. لدى هذا المركز هدف واحد، هو جعل الأسر المستفيدة أسراً منتجة ومنح المحتاجين فرص عمل تؤمن لهم حياة كريمة. صار هذا المركز خلية نحل ليحقق للمديرية وما حولها مصدر حياة لمن ضاقت بهم الدنيا ودهستهم الظروف. سعداء جدا بالإنجاز، نحن اليوم نفتتح مركز بيدي أصنع مستقبلي، الإقبال كبير جدا على هذا المركز، هناك ستكون ثلاث فترات تدريسية، الفترة الصباحية وفترة ما بعد الظهر وكذلك الفترة المسائية من بعد العصر. الإقبال كبير على المركز، وسنحتاج في قادم الأيام إلى افتتاح أقسام أخرى كذلك لاستيعاب العدد الكبير هنا في منطقة الحجرية. بهذا المشروع يكون البرنامج قد جسد المثل القائل: لا تعطني سمكة بل علمني كيف أصطاد. وهنا يمكن للمستفيدين الآن مواجهة تحديات العيش والتحرر من العجز وضغط الحاجة. هل تعلم ماذا يحدث إذا اشتريت قطعة من هذه الحلوى؟ إذا اشتريت تحلو حياة البائع ويزهو في عيون أطفاله المستقبل. هل تعلمون مشاهدين أن المشاريع الصغيرة هي أحد أهم ركائز الاقتصاد في البلدان المتقدمة؟ فما بالكم باليمن، فلطالما كان اليمني يعرف أو يعرف بحرفته، ما كان يطلق عليه المهرة. هذا هو المخرج الاقتصادي الوحيد في ظل الحروب والظروف الصعبة التي نعيشها اليوم. إذن قصة اليوم كانت تكملة لإنجاز الأمس من برنامج حيث الإنسان، واكتمل هذا المركز الذي بات يضم في داخله الكثير من فرص العمل والمتدربين والذين يرغبون بالتأهيل وأن يدخلوا سوق العمل. الأسئلة ستكون من تفاصيل هذه القصة، وسنبدأ باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم معنا على الأرقام الخاصة في البرنامج. ولدينا اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ كيفك يا أستاذ؟ الحمد لله. من معي؟ مروان المحروق من أبيض. ألو، مروان المحروق من أبيض. ألو، من أبيض. طيب مروان، هل يمكنك تقف في مكان فيه تغطية يكون صوتك أوضح؟ مروان أسمع، أنا أحاول أن أسمعك بس لو توقف في مكان فيه تغطية بيكون أفضل. طيب مروان، سؤالي لك، ما اسم بطل قصة اليوم؟ اسمه جعفر. جعفر جعفر، مبروك عليك 50,000 ريال وإجابتك صحيحة، مبروك لك، شكرا لك مروان. اتصال آخر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، من معنا؟ معك مازن. مازن، من فين يا مازن؟ من البريقة. من البريقة، من عدن. نعم. حياك يا مازن، تتابع برنامج حيث الإنسان يوميا؟ أكيد يوميا، والكهرباء طافية لكن أين نصلح. تمام، تابعت قصة اليوم؟ أيوة، قصة جعفر. تمام، طيب سؤالي لك،
جعفر ليش هو موجود في التربة في تعز؟ ايش السبب اللي خلاه موجود هناك؟ جعفر كان معلم من قبل. تمام، وايش سبب تواجده في ظروف الحرب من صنعاء؟ نزح من صنعاء بسبب الحرب. اجابتك الصحيحه، ومبروك لك 50,000 ريال. تسلم تسلم، الله يحفظك، شكرا جزيلا. عفوا، شكرا لكم، مبروك. اتصال اخر. الو، السلام عليكم. الو، السلام ورحمه الله وبركاته. من معنا؟ معك مراد احمد عبد الكريم. مراد عبد الكريم، من فين يا مراد؟ مراد احمد عبد الجليل. مراد احمد عبد الجليل، من فين يا مراد؟ من شرعب. من شرعب؟ ايوه. من اي محافظه؟ محافظه تعز. تعز، يعني انت على طول مراد من شرعب، وقبل شويه مازن يقول لك من البريكه، ما عاد تعترفوش بالمدن خلاص. ها؟ لا لا، انا من تعز. طيب تمام تمام. شرعب، شرعب الرونة. شرعب الرونة، مش شرعب السلام. يا مراد. لا لا، شرعب الرونة من تعز. طيب اسمعني من التليفون احسن، انسي التلفزيون، طفي صوت التلفزيون. طيب طيب تمام. ايوه تمام، لانك تتاخر بالرد علي لانك تسمعني من التلفزيون وفي تاخير في الصوت. سؤالي لك جعفر، بعد أن نزح من صنعاء إلى تعز إلى التربة، إيش يشتغل كان في التربة بعد نزوحه؟ بإيش اشتغل؟ والله كان أول اشتغل بالتدريس، وبعدين أيوة بالتدريب بالتأهيل والتدريب. لا، ما بين التدريس والتدريب والتأهيل اشتغل في مهنة بعد النزوح، إيش اشتغل في إيش؟ الحلويات. الحلويات قبل الحلويات اشتغل بحاجة ايش؟ يعني هو كان معلم في صنعاء، مدرس. بقالة. 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 بقالة ولا دكان؟ بقالة ولا دكان؟ بقالة بسيطة. بقالة. بقالة. ايوه، بقالة ولا دكان؟ بقالة صغيرة. دكان ولا بقالة؟ دكان. دكان صغير كده. دكان صغير. إجابتك صحيحة، وتسلم يا مراد. دكان صغير. تسلم تسلم مراد، مبروك لك 50,000 ريال، مبروك. دكان. دكان. تمام، شوف أنت لأنك تتأخر تسمعني من التلفزيون فأسئلتي تصلك متأخر. مبروك لك 50,000. شكرا. مبروك لمراد. يلا شكرا. يلا عفوا. طيب الآن نذهب للقرعة. سؤال أمس كان معنا سؤال، كان السؤال يقول ما هو أول منتج تم تنفيذه في المشروع الذي نفذه برنامج حيث الإنسان في التربة في تعز؟ وكانت الاختيارات الثلاثة: واحد الكمامات، الاختيار الثاني الملابس، الاختيار الثالث القبعات. كانت الإجابة الصحيحة الكمامات أو الكمامات. إذن كل من أرسل رقم واحد لديه فرصة الآن للفوز معنا ب50,000، وسنختار ثلاثة فائزين من إجمالي 58,902 عدد الرسائل التي وصلت إلى البرنامج، لكن عدد الرسائل الصحيحة هي 41,885. سنختار من 41,885 ثلاثة فائزين، وقيمة كل جائزة 50,000 ريال. وبسم الله نختار الفائز الأول. مبروك إذن لصاحب الرقم 770-694-4463. إذن مبروك لصاحب الرقم 770-694-4463. مبروك للفائز معنا، وهو أول الفائزين عن سؤال حلقة أمس. ولاحقا سنجري القرعة ونختار فائزين اثنين، وقيمة كل جائزة 50,000 ريال. لدينا اتصال. ألو، طيب لو يوطي صوت التلفزيون. أنا هذه الملاحظة أطلبها من كل المتسابقين معنا، أول ما يمسك معك الخط تكون معنا على الهواء، اسمعنا من التليفون ووطي صوت التلفزيون. ألو. الو. ايوه، من معي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. قناة بلقيس. ايوه، معك قناة بلقيس وانت معنا على الهواء، من معي؟ من اسمك الكريم؟ يا اخي في البرنامج. ايوه البرنامج. ها؟ ايوه ايوه، انت على الهواء، من معنا؟ معك يا استاذ عبد الجليل، كلمت البنت الان قبل قليل. تمام، انت الان على الهواء.
ها؟ انت الان على الهواء، تشارك في المسابقه؟ ما لما يجاوبناش المذيع. المذيع معك، تعال. طيب، الو؟ الو؟ ايوه ايوه معك انا المذيع. ايوه. اسمك عبد الجليل؟ ايوه معك الاستاذ عبد الجليل. من؟ الاستاذ عبد الجليل معك. الاستاذ عبد الجليل. ايوه من عدن. الاستاذ عبد الجليل من؟ من عبد الله عاشم. الاستاذ عبد الجليل عبد الله عاكف. من عدن. من عدن. ينفع اقول لك عبد الجليل ولا لازم الاستاذ؟ أيوة. عبد الجليل؟ عبد الله هاشم. عبد الله عاكف، تمام تمام يا استاذ عبد الجليل. ايوه. الان ينفع اقول لك كيفك يا عبد الجليل ولا لازم الاستاذ عبد الجليل؟ عبد الجليل على طول، بس هذا الاستاذ كلقب، انا مدرس. ها انت مدرس معلم؟ ايوه. تحياتنا لك ولكل المعلمين، على رؤوسنا دائما انتم. ايوه الاستاذ عبد الجليل عادي اي وقت. طيب طيب عبد الجليل اسمعني. أيوة. من طيب يا استاذ عبد الجليل، انت بما انك معلم اسمعني من التليفون وطي صوت التلفزيون. ومبروك عليكم التك الخامسه لتاسيس القناه. يا تسلم، شكرا لك. شكرا لك. طيب استاذ عبد الجليل. ها. الشباب في الكنترول ما لحقوش ياخذوا رقم تليفونك على فكره. بالتليفون، يلا بالتليفون عادي نقص. ايوه اسمعني من التليفون افضل. هي تمام معك. خلاص تمام. طيب السؤال معك. تمام استاذ عبد الجليل، سؤالي لك. عفوا. سؤالي لك، ما هي المشاريع التي نفذها برنامج حيث الانسان؟ نتكلم بالتليفون. ايوه. ايوه تمام. هو عشان الصدى والتاخير. ما هي المشاريع التي نفذها برنامج حيث الانسان في مركز التربه اللي تابعناها؟ نفذ ثلاثة مشاريع في المركز. ايش هذه المشاريع الثلاثة؟ ايش المراكز الثلاثة اللي نفذت في المشروع؟ الخياطة. الخياطة صحيح؟ معمل خياطة؟ عمل قسم الحلويات. معمل للحلويات صحيح؟ ايوه. ايش باقي واحد عشان ضروري؟ باقي واحد. ايوه. والحلويات؟ هو الحلويات قد قلت، الحلويات والخياطة، والثالث ايش؟ خلاص نخلي الثالث للمتسابق. عملوا مركز تدريب. مركز تدريب تدريب وتأهيل. تدريب وتأهيل. مبروك لك يا استاذ عبد الجليل، اجابتك صحيحه. مبروك لك 50,000 ريال. ومركز تدريب وتأهيل. شكرا لك، اجابه صحيحه فعلا ووصلتني اجابتك. شكرا لك. صحيح. شكرا حبيبي، الله يسلمك. شكرا استاذ عبد الجليل. انا بس اود ان اعطي ملاحظه للمشاهدين، لماذا يحصل هذا التاخير؟ لانه بيسمعني من التلفزيون، ففي يكون تاخير 10 ثواني تقريبا، لذلك ارجوكم اسمعونا من التلفون ووطوا صوت التلفزيون عندما تكون معنا على الهواء مباشره حتى ننجز اسرع. طيب اتصال اخر. الو. الو. الو السلام عليكم. الو. الو السلام عليكم، من معنا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، معك ريم العبسي من صنعاء. ريم. ريما. ريما. ريما العبسي من صنعاء، أهلا يا ريما. تابعت القصة اليوم؟ أيوه. أيوه تابعتها. طيب ريما أنت تتابعي حلقة البرنامج يومياً؟ تقريباً. وبتشاركوا يومياً، تحاولي تتصلي يومياً؟ أيوه. كيف اليوم لما شاركتي معنا؟ شو دائماً طلع لنا مشغول. اليوم ايش عملتي؟ اليوم عودتنا بالاتصال والحمد لله تمشيت معنا الخط. بدون اي وساطة، حظ يعني. ايوه. طيب، السؤال، ما هو معمل جعفر حاليا في معمل الحلويات؟ ايش بيشتغل الان في المعمل الاستاذ جعفر؟ هو كان مدرس نزح بسبب الحرب من صنعاء ويعلم صناعة الحلويات. ايش عمله؟ يصنع الحلويات ويقوم بتعليم صناعة الحلويات. يعني مدرب. مدرب. نعم مدرب. مبروك لك 50,000 ريال لأنه الإجابة صحيحة. مبروك. شكرا لك. طيب نذهب نختار قرعة. وبس بعض الناس على الفيسبوك الآن يقولوا أن الرقم
الرقم سبافون اللي بيبدا 712 لا يعمل او انه خارج الخدمه. تمام. الان احنا اليوم يا شباب حاولنا ان نضيف رقم ايضا اخر الى جانب الرقمين السابقين، وهذا الرقم يتم العمل حاليا الان حتى يكون معنا في الخدمه. بامكانكم الان المشاركه على الرقمين الارضي ورقم سبافون ايضا الاخر. الان سنذهب الى القرعه ونختار الفائز الثاني من اجمالي من اجابوا بشكل صحيح، والفائز الثاني معنا هو مبروك لصاحب الرقم 701-394-063. إذن مبروك لصاحب الرقم 701-394-063. مبروك لصاحب الرقم الظاهر معنا على الشاشة وهو 701-394-063. لدينا اتصال. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. من معنا؟ معك شريفة ناشر علي. شريفة ناشر، من فين يا شريفة؟ من عدن. من عدن، أهلا بك يا شريفة. تابعتي قصة اليوم؟ أي والله تابعت. طيب إيش اسم المركز الذي تم تنفيذه في التربة في تعز؟ مركز؟ أيوة، إيش اسم المركز؟ بيدي أصنع مستقبلي. بيدي أصنع مستقبلي، متأكدة؟ هو حق أمس المركز، اليوم طلحوا قسم أمس خياطة، واليوم طلحوا قسم الحلوى والتدريب والتأهيل. واليوم مبروك عليك في ستيب 50,000، أنت معنا. تسلم. يلا شكرا لك. إذن شريفة أحد المشاهدين اللي بتفاعلوا متابعين القصة أمس قصة اليوم. اتصال آخر. ألو. طيب الآن سنذهب ونختار الفائز الثالث أيضا معنا عن سؤال حلقة أمس، وكانت الإجابة الصحيحة هي الاختيار رقم واحد. والآن ستتابعوا معنا على الشاشة اختيار الفائز الثالث. بسم الله، نختار الفائز الثالث. مبروك لصاحب الرقم 717-653-446. مبروك إذا لصاحب الرقم 717-653-446. مبروك إذا لصاحب الرقم الظاهر على الشاشة. إذا اخترنا الفائزين الثلاثة، ولديكم فرصة أيضا للفوز معنا بثلاث جوائز من سؤال حلقة اليوم. لدينا اتصال. ألو. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ مصطفى عبد الجبار. مصطفى عبد الجبار، من فين يا أخ مصطفى؟ من تعز. من تعز. تابعت قصة اليوم يا عم مصطفى؟ أيوة الحمد لله. الحمد لله. من أي مديرية أنت في تعز؟ من أي منطقة؟ من المسبح. من فين؟ من المسبح. من المسبح. طيب مصطفى، سؤالي لك، إيش هدف المركز الذي تم إنشاؤه في التربة؟ يساعد الناس، يساعد الناس على إيجاد فرصة عمل. أيوة، خلق فرص عمل للشباب والبنات. إجابة صحيحة، مبروك لك 50,000. مبروك لك. كان بورد مصطفى وفجأة. شكرا، عفوا، مبروك لك يا مصطفى. طيب الأخ سفير يقول أجعل لكم مكسر، ردوا يا أستاذ سامي. والله في ناس بيتصلوا والرقم مشغول، أنه في ناس بيتصلوا. لدينا اتصال. ألو. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا. من معنا؟ هبة. 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 إيه. هبة من فين؟ من عدن. من عدن. طيب يا هبة، ممكن توطي صوت التلفزيون؟ تسمعني من التلفون؟ إيه أسمعك، واطي التلفزيون. طيب إيش اسم الحلقة اليوم أو عنوان حلقة اليوم؟ ها؟ إيش عنوان الحلقة اليوم؟ مركز لا، مش اسم المركز. حلوى. حلوى من أجل الحياة. حلوى من أجل. حلوى من أجل الحياة. صحيح صحيح صحيح، مبروك لك 50,000 ريال، والإجابة صحيحة. شكرا. عفوا. شكرا. طيب إذا نذكر فقط بالأرقام الثلاثة الفائزة معنا على الشاشة اللي اخترناهم قبل قليل. تظهر الأرقام الآن معنا على الشاشة إذا كانت جاهزة. تمام، الأرقام الثلاثة هي
770-694-463 والرقم الثاني 701-394-063 والرقم الثالث 717-653-446. إذن مبروك للفائزين الثلاثة. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذن مبروك للفائزين الثلاثة. وفقط هناك ملاحظة، البعض كان يسأل أمس يقول كيف تكون أنتم على الهواء مباشرة وأرقام أو أسماء الفائزين قد هي موجودة معكم تحت. الأسماء الموجودة في الشريط الموجودة لنا أسفل الشاشة هي للفائزين بحلقة أمس، يعني اليوم نحن اخترنا ثلاثة فائزين بشكل عشوائي. الآن بعد انتهاء الحلقة زميلة وداد تقوم بالتواصل مع ثلاثة الأرقام وتتعرف على تفاصيلهم، أسمائهم ومن أي محافظة، حتى نرسل لهم الجوائز المالية. وفي حلقة الغد تكون أسماءهم موجودة في الشريط الإخباري. الشريط الأسماء الموجودة في الشريط هي للفائزين الثلاثة أمس. اليوم لديكم فرصة أنتم لتكونوا فائزين معنا والإجابة على سؤال الواتساب والذي سنطرحه عليكم في نهاية هذه الحلقة وهو من قصة اليوم. لدينا اتصال. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. من معنا؟ معك مارش مطيوف من السمعة. أنا ما أسمعش الاسم. من مارش؟ مارش مطيوف من السمعة. مارش مهيوب من فين؟ مطيوف. مارش مطيوف. ايوه مطيوف رسام علي. مارش مطيوف رسام علي، صح؟ مارش مطيوف رسام علي. تمام، من فين يا مارش؟ ايوه مطيوف مين تاء ياء واو فاء. تمام، والله انا قد كتبت، تعال شوفها. مارش مطيوف رسام علي. من اي محافظه يا مارش؟ ايوه من محافظة سعد شرعب الرونة. أيش الفرق يا مارش بين شرعب الرونة وشرعب السلام؟ ما فيش فرق، يعني المديرة قد مدير، يعني ما فيش فرق. تمام، أنا شي بس كنت أمزح معك شوي. طيب سؤالي لك، وخلصت الأسئلة الموجودة عندنا، لكن أنا أحاول أسألك عن ايش اسالك يا مارش؟ ممكن اننا اسالك عن ليش الاستاذ جعفر هو في التربه الان؟ ليش ترك صنعاء؟ سبب يعني نجح بسبب الحرب. مبروك لك 50,000 ريال واجابتك صحيحه. الله يفتح عليك. شكرا لك مارش، شكرا لك من تعز. مبروك لك الان. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. من معنا؟ فارس. فارس. فارس فؤاد. فارس فؤاد. أيوة. من فين يا فارس؟ من عدن. من عدن، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. شارك معنا يا فارس؟ شارك معنا من قبل، صح؟ فارس. أيوة معك معك. شارك معنا قبل حلقتين، قبل يومين. هو أخوي اللي شارك. أخوك، إيش كان اسمه؟ أيوة أحمد. أحمد فؤاد. أحمد فؤاد حبيبك. لأنه الصوت مش غريب يعني، فلذلك. طيب سؤالي لك. الله يفتح عليك. سؤالي لك، اذكر لي اسم المديرية والمحافظة التي كانت منها قصة اليوم. المديرية أو المدينة يعني. ومحافظة تعز. المحافظة تعز، ايوه، والمدينة ايش؟ المدينة التربة. وجعفر علي سعيد كان لديه ولدان، بنت وولد. تمام، مبروك لك 50,000 ريال، مبروك لك، شكرا لك. الله يبارك فيك. عفوا. شكرا لك. خلاص نطرح السؤال يا شباب. طيب لازم ننسق هذا الموضوع بعد الحلقة. اوكي، اتصال. الو. السلام عليكم. الو، من معنا؟ اعطوني سؤال يا شباب. كنترول. بسمة. من؟ الاخت بسمة.
بسمة من؟ بسمة من سعد الله أنا ناصر الحكيمي. من فين يا بسمة؟ الأخ. أيوة. من سعيد. بسمة من فين؟ من تعز. من تعز بسمة. طيب بسمة أنت تابعت قصة اليوم قصة أمس؟ أيوة نعم. هذا المبنى اللي تم عمله مركز اسمه بيدي أصنع مستقبلي، إيش كان من قبل هذا المركز؟ إيش كان المبنى من قبل؟ أيوة. كان معهد للتأهيل. أو مدرسة؟ أيوة أيوة من قبل كان معهد للتأهيل. تمام مبروك لك 50,000 ريال إجابتك صحيحة، شكرا بسمة. شكرا بسم الله حفظك. شكرا. شكرا. طيب الآن سنطرح عليكم سؤال حلقة اليوم والسؤال من قصة اليوم والسؤال معكم على الشاشة. السؤال ماذا كان يعمل جعفر من قبل المشروع؟ الاختيار الأول مهندس، الاختيار الثاني معلم، الاختيار الثالث نجار. طبعا نحن أجبنا على هذا السؤال في ضمن الحلقة وأيضا في الاتصالات. الاختيارات فقط أرسلوا 1 أو 2 أو 3 لتكونوا ضمن الفائزين معنا 3. إذن هذا السؤال وعليكم الإجابة عليه من الآن وحتى الغد، وسنجري القرعة ونختار 3 فائزين. البعض يتساءل ويقول لماذا لا نصل إلى المشاركة في البرنامج؟ الموضوع يعتمد فقط على الحظ في التواصل معنا في البرنامج. نلقاكم غدا وحلقة جديدة من حيث الإنسان، في أمان الله. سترى نفسك في الغير وستعرف ما تحدثه لمسة إحسان بالخير سندرك حتما كم نحن بخير بحكايات تأخذها